أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بالإعلان عن بدء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح. بحسب ما أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، فإنه السفينة تمت الاستجابة من قبلها لمنارات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%. ابتعدت مؤخرات السفينة عن الشط بمسافة 102 من الأمتار بدلا من 4 أمتار. من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة المقبلة، ربما في الدقائق القليلة القادمة، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي. أيضا رئيس هيئة قناة السويس وجه رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا. أيضا سيتم توجيه هذه السفينة للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها بشكل فني. كانت هناك جهود بذلت على مدار الأيام الماضية بالطبع، وتواصل العمل ليلا ونهارا من أجل تعويم هذه السفينة العملاقة والتعامل مع هذه الأزمة بكل حرفية ومنهج علمي وخطة واستراتيجيات تم وضعها من قبل الإدارة والقيادة السياسية في الحقيقة للتعامل مع هذا الأمر، وصولا إلى بدء عمليات التعويم والتغلب على كثير من التحديات التي واجهت هذه العملية في نهاية المطاف. الحمد لله احنا 4:30 النهارده تعويمت السفينه بنسبه تقريبا 80%، والمؤخر بتاع المركب بعد عن الشط، كان الاول 4 متر بعد ل 102 متر. وطبعا احنا هننتظر شويه بقى لغايه ارتفاع منسوب الميه على مد اللي هو هيوصل 2 متر الساعه 11:30، نعم، نستكمل الجزء اللي فاضل ونحرك السفينه كلها في المجرى الملاحي ونوطرها لغايه البحيرات ان شاء الله، ونستأنف بقى حركه الملاحه باذن الله. وفي تصريحات سابقة لنيلي الأخبار أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هذه الحادثة أثبتت للعالم أجمع الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها المجرى الملاحي الأهم والأقصر في العالم. كلام حضرتك مظبوط طبعا، وبدارة النافعة، احنا اللي حصل ده أثبت للعالم كله أهمية قناة السويس، وكلهم منتظرين هم نفتح القناة ويقول لك احنا خسرنا والاقتصاد بتاعنا خسر والبترول نزل غالي وكل الكلام ده. فاحنا الحمد لله زي ما قلنا ان احنا أقصر وأمن طريق نقدم خدمة متميزة. فدي عمل الجذب لعدد من السفن كتيرة، ولسه اللي فات معدي 18840 سفينة. فكل ده احنا برضه هنظل الأفضل والأحسن إن شاء الله. لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلي هاتفيا ربان محمد فوزي كبير مرشدين بقناة السويس ورئيس مراقبة الملاحة سابقا. أستاذ محمد، إذن ما الذي يجري الآن داخل القناة بعد تقريبا الاستجابة لتعديل مسار السفينة بنسبة 80%؟ ما الذي يتوقع خلال الدقائق القليلة القادمة، خاصة في ظل الإعلان عن أنه ربما يكون هناك ارتفاع لمنسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في 11:30؟ هو حضرتك فندم، الحمد لله رب العالمين بمجهودات الهيئه بجميع العاملين تحت قياده الفريق اسامه، بصراحه بذلوا مجهود شاق للحفاظ على سمعه الهيئه، وان ان ان الحادث ده بس برضه عشان نبقى كلنا عارفين، الحادث ده لاول مره يحصل مع هذه الحموله، دي اكبر سفينه في العالم من الحاويات. قدروا بفكرهم وبمجهوداتهم وبخبرتهم بامانه فعلا إن ولأول مرة الكركات هذه قناة السويس تشترك في أعمال التكريك، وإنها كركت ووسعت البنكات عشان تقدر تعوم السفينة، وده نجاح كبير جدا، نجاح كبير أوي 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 بجد. أنا مش عايز أقول لك، ده يعتبر نصر كبير لجميع العاملين في الهيئة. وطبعا أعداد السفن اللي هي واقفة مستقبلة على المقطف في الشمال وفي الجنوب حاليا بيتعمل خلاص يا فندم، بيتعمل لهم سيناريو العبور تحت اشراف السيد الفريق فعلا، وكان مديهم تعليمات سابقه لثقته ان المركب دي هنطلعها، وكان في تصميم على تعويمها، والحمد لله نجحوا. ويعني حسب ما عرفت ان فريق الانقاذ حاليا بيعمل مسح للقاع للتاكد من سلامة السفينة تحت خط المية، وحيتم إطرها لحد منطقة الانتظار، وبعدها تنتظم حركة الملاحة.
يعني هل هناك مدة زمنية أستاذ محمد لهذا الأمر؟ هو حضرتك فنن مجرد إذا شاء الرحمن ما ينتهي أعمال قطر السفينة لمنطقة الانتظار دي مش هتاخد وقت، مش هتاخد وقت، هتبتدي تخش القوافل ومش هتاخد أكتر من 3-4 أيام لعدد السفن دي، وكل حاجة هترجع لطبيعتها الحمد لله. طب عشان يبان حجم هذا المجهود، يعني كيف كانت هي التحديات أمام هيئة قناة السويس في التعامل مع هذه العملاقة أو هذه السفينة العملاقة؟ التحديات كانت كبيرة، التحديات كبيرة. احنا مش عايز اقول لك ان سبب المشكلة دي كلها انها الموقع بتاعها، موقع الحدث كان في القناة اللي هي بنسميها ايه، يعني قناة فردية ما فيهاش ازدواج. طبعا دي نقطة. النقطة الثانية طول السفينة وحجمها، يعني 224 ألف وطول 400 متر، فبتشحط في منطقة عرضها ماكسيمم 215 متر ل 220 متر. ده يعني طبعا ده اللي ادى الى اغلاق القناه. هي لو كانت في منطقه ثانيه من ضمن المناطق الازواج، وطبعا قناه السويس الجديده دي كانت حللنا مشاكل كثيره وما زالت الحمد لله، ودي اللي خلتنا بنقدر نستقبل هذه السفن. لكن الحمد لله التحديات كان في تصميم، في تصميم ان احنا لازم نعدي ونعوم هذه السفينه عشان تنتظم حركة الملاحة، لأن دي سمعة قناة السويس والحمد لله سمعتها عالية، والحمد لله يعني كلهم ثقة، وما فيش حركة ما تسمعش يقول لك هنغير خط سير ومش هنغير خط سير. دي صعبة، صعبة. في خطوط احنا بنقول ان قناة السويس بتستقبل او بتخدم 12% من حركة الملاحة العالمية، ال 12% دولت لازم هم دول بيعدوا في قناة السويس، وقناة السويس سياستها مرنة وبتعمل تخفيضات للسفن اللي جاية من شمال شرق أمريكا، وبتعمل تخفيضات اللي جاي من شرق أقصى للشرق الأقصى. فيعني سياستها دايما مرنة عشان تجذب أكبر عدد سفن من العابرة لقناة السويس. وزي ما سيادتك لاحظت إن مشكلة زي دي أثرت إزاي على عبور السفن، وبانت أكتر أهمية قناة السويس، بانت أهمية قناة السويس للعالم كله. والحمد لله بنقول إيه، إحنا بنقولها عبرنا، عبرنا، وبإذن الله تعالى كل شيء هينفذ. أيضا أستاذ محمد، يعني ما هي الخطوة المقبلة؟ سيتم قطر هذه السفينة لمنطقة البحيرات لفحصها، ماذا بعد هذا الأمر؟ ومن الناحية الفنية كيف يتم التعامل في مثل هذه الأمور؟ هو حضرتك مجرد ما هيتم قطر السفينة، أستاذ محمد هل تسمعني؟ أيوة معاك حبيبي، معاك. تفضل يا فندم. بقول مجرد ما هيتم قطر السفينة إلى أي موقع الهيئة هتقرره، تمام، هيبتدي كل السفن المتراكية اللي واقفة مستقبلة المصطاف في منطقة البحيرات والتمساح هتبتدي تعبر جهة الجنوب، عشان دولة كان لهم بريوريتي وسابقة، يعني هم اللي كانوا في الأول والهيئة استقبلتهم على المصطاف. دول هيطلعوا متجهين الى السويس، وبعديها بقيه القوافل هيبتدوا يدخلوها، واوريدي خلاص حسب ما عرفت ان اتحط السيناريو عبرهم، وباذن الله تعالى انا باكد لك ان كل شيء تمام وهتنتظم حركه الملاحه وترجع زي الاول. ايضا استاذ محمد، يعني في مثل هذه الحالات ووفقا للقوانين سواء الدوليه وايضا قانون قناه السويس، يعني كيف يتم التعامل ايضا في مثل هذه الحوادث من ناحيه التعويضات وغير ذلك من الامور، خاصه في ظل بعض الخسائر التي تحققت على مدار الايام الماضيه؟ بالطبع. هو حضرتك يا فندم، معذره انا عايز اقول بالنسبه لجميع السفن اللي هي تاخرت، ده ظرف طارئ ممكن بيتعرضوا له. اي سفينه من السفن ديت ممكن تتعرض له في ظهر بحر، عنده بيتعرض لعطل في الماكينات، عطل في التوجيه، وبيقف يصلحه وبتاخد منه وقت وبيتاخر عن ميعاد وصول. اما التاخير ده شركات التامين العالميه هي اللي بتعوض هذه السفن. اما السفينه اللي حصل لها عطل وتسببت في الخسائر، احنا بنعتبرها خسائر للهيئه دي، الهيئه بتبتدي تتعامل وبتاخد معاها وبتاخد التعويض المناسب اللي هو بيقابل الوحدات اللي اشتركت في التعويم، ويعني والتاخير اللي حصل والخسائر اللي حصلت في البنكات. الهيئه يعني اضطرت انها تخش في البنك وبتق...
كراكة وتعمق أكثر وتفتح مجرى لمقدمة السفينة وآخرها علشان تعوم. دي كلها تعتبر يعني بالنسبة للهيئة طبعا الكل ده الهيئة هتحاول ترجعه تاني، وطبعا كل ده هتدفعه الشركة اللي تسببت في الحادث. بشكرك ربان محمد فوزي كبير مرشدين بقناة السويس ورئيس مراقبة الملاحة سابقا. لمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلي مراسل النيل من الإسماعيلية محمد عبد الصبور. محمد، إذن كيف هي الصورة لديك وماذا يجري من أعمال حتى تتم عملية الاكتمال للتعويم لهذه السفينة؟ نعم زميلي محمد، بعد طبعا فجر اليوم نجحت عملية شد وقطر السفينة البنامية الجناحة إيفر إيفن يعني إبعاد مؤخرة السفينة بمقدار 102 متر إلى منتصف القناة تقريبا، وهو يعني الطريق أو المسار الصحيح لأي سفينة. يتبقى فقط مقدمة السفينة 11:30 يعني بعد أو تقريبا في هذه الأثناء سيتم الاستفادة من مد الموج بمسافة 2 متر ارتفاع لسحب الجزء الأمامي من السفينة وقطره إلى منتصف مجرى الملاحة لقناة السويس، إذانا بتحريك السفينة طبعا إلى منطقة البحيرات العظمى لفحص مدى صلاحيتها للإبحار أو للملاحة مرة أخرى من عدمه، ومن ثم لكل القوافل وكل السفن العالقة وتحديدا في المنطقة الشمالية من بورسعيد وفي طريقها إلى السويس إلى أن محلها بالمرور. إذن بنتحدث عن عملية مناورة ناجحة، بنتحدث عن عمليات قطر للسفينة بمقدار 102 متر بعد أن كان بينها وبين الشاطئ 4 أو 5 متر، ده طبعا بفضل جهود التكريك المستمرة على مدار الساعة سواء للكراكة مشهور أو الاستعانة بالقاطرة الهولندية بالإضافة إلى 10 قاطرات أخرى موجودة في المجرى الملاحي. كانت عملية التكريك مستمرة بالإضافة إلى الاستعانة طبعا بالحفارات اليدوية ذات الأذرع الطويلة واستخدامها في عمليات التكريك المستمرة، وذلك نعم. لتعديل مسار السفينة، وهو بالفعل ما تم يعني نجحت هذه العملية في تعديل مسار الجزء الخلفي من السفينة أو مؤخرة السفينة إلى منتصف المجرى الملاحي لمنطقة قناة السويس. إذن الفريق أسامة ربيع أيضا منذ قليل في تصريح بعث برسالة طمأنة واضحة للمجتمع الله أن يعني في خلال ساعات قليلة بتعديل مسار السفينة في منتصف المجرى الملاحي، وبالتالي سنكون أمام عملية جذب وعملية قطر للسفينة ناجحة، إذن بخروجها إلى منطقة البحيرات العظمى في منطقة قناة السويس لفحصها من الناحية الفنية. إذن نحن الآن في إطار شد وقطر الجزء الأمامي من السفينة وتحديدا الساعة 11:30 مستغلين ارتفاع الأمواج بمقدار 2 متر حتى يسهل من عملية تعويم السفينة بشكل ناجح وبشكل منتظم في هذه الأثناء. أيضا فكرة التعاون بين مختلف الأجهزة محمد، يعني كيف رصدتها وطبيعة يعني المعدات التي تم استخدامها والاعتماد على يعني الإمكانيات الكبيرة لهيئة قناة السويس في التعامل مع مثل هذه الأمور؟ نعم، يعني لدينا إمكانيات كبيرة جدا في قناة السويس سواء في على مستوى عمليات التكريك على مستوى القاطرات، تم الاستعانة بعشر قاطرات عملاقة تستخدم في هذا الشأن، بالإضافة طبعا لكافة تعاون كافة الجهات وكافة الأجهزة المعنية في مختلف الجهات لتسهيل مهام تعويم هذه السفينة، بالإضافة طبعا لدينا مركز المحاكاة والتدريب التابع لهيئة قناة السويس وهو مركز بحثي لإدارة الأزمات، ويمكن بعد قليل سيتم استعراض الموقف يمكن الساعة 12:30 استعراض الموقف وآخر الجهود المبذولة في عملية قطر وجذب هذه السفينة من خلال مركز التدريب والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس وهو من المؤسسات البحثية الكبيرة. يعني هل تم الحديث محمد عن أي مدى زمني للانتهاء من هذه العملية أم أنها وفقا للتطورات المتاحة وطبيعة يعني المشد والجذب والمد والجذر في هذه المنطقة؟ من المفترض إن شاء الله يعني أن يتم تسيير حركة الملاحة في المجرى الملاحي ربما بعد ساعات إذا إن شاء الله بإذن الله ما يتم قطر الجزء الأمامي من السفينة إلى منتصف المجرى الملاحي. يعني نجاح الجزء الخلفي ده بنسبة كبيرة جدا
يدينا مؤشر قوي لنجاح الجزء الأمامي وتعويمه، ولكن يعني تبقى الأمور متعلقة بارتفاع الأمواج حتى تسهل عملية التعويم، وهو ما يحدث بالفعل. بدأ منذ قليل بالفعل في تعويم الجزء الأمامي من السفينة، يعني ربما ساعات وتعود حركة الملاحة، ولكن ده كله طبعا هيتوقف بعد أن يتم يعني سحب هذه السفينة إلى منطقة البحيرات لمتابعة مدى عملية صلاحيتها للملاحة من عدمه، بعد أن طبعا يعني نعم. كانت في ارتفاع منخفض جدا من السفينة. شكرا لزميل محمد عبد الصبور مراسل النيل، كنت متحدثا إلينا من الإسماعيلية. وفي تصريحات خاصة أيضا للنيل للأخبار، أشار الفريق سامة ربيع إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدا أن سفينة بهذا الحجم وبهذه الحمولة تحتاج إلى شهور لإعادة تعويمها. أنا عايز أقول لحضرتك أن المركب بالحجم ده وبالكمية، يعني بتكلم على مركب 23,000 طن شايل 18,000 حاوية وطولها 400 متر، بتشحط في اعماق 2 متر وحاجات من دي في المقدم. اقول لحضرتك يعني في العالم كله يقدر يقول ان هي عشان تعوميها تاني في شهور، تاخد شهور مش 4-5 ايام، فاكيد ردود افعالها هتبقى ان شاء الله تكون ايجابيه، لان اللي اتبذل ده مجهود فوق العاده. احنا ما لناش يعني تقريبا احنا ما لناش 5 ايام دول من المجهود اللي بنشتغل فيه، سواء في التكريك كركات او القاطرات، كنا بنبدل 12 ساعه قاطرات و12 ساعه كركات عشان نقلل المدة. ما كناش مستنين السيناريو الاولاني يخلص بتاع الشد وعايز السنة الثانية يبدا بتاع التكريك، لا كنا بنشغل الاثنين مع بعض في الوقت اللي ما ينفعش فيه التكريك ونشغل فيه القطر والعكس صحيح. هذا وقد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الأخبار وهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه من قبل هيئة قناة السويس في تدوينها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة سفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري. وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لبدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بنجاح، وما زالت الجهود مستمرة بالطبع للانتهاء من عملية التعويم بشكل كامل وإعادة الحركة الملاحية إلى طبيعتها في قناة السويس، وأيضا تعديل مسار هذه السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي. إذن هي رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأكمله أن هناك قدرات وإرادة مصرية قوية قادرة بالفعل على التعامل على مع مثل هذه التحديات والتغلب عليها بأيد مصرية خالصة، كما طبعا شاهدنا في الأيام الماضية تواصل العمل ليلا ونهارا من أجل التعامل مع هذا الحادث في ظل كثير من التحديات. ودعونا يعني نشاهد ونرى سويا بعض من تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
بالطبع البعض استغل هذه الأزمة لإطلاق بعض الشائعات غير الحقيقية في محاولة لإثارة البلبلة والرأي العام بشكل عام، لكن كان هناك توضيح من جانب الحكومة لهذه الشائعات، ومن ضمن هذه الشائعات التي تم الحديث عنها تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة، وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك اللي تمت حوالين السفينة، لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أوضح هذا الأمر وأكد أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، وأوضح أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماما عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، أن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق، مشيرا أيضا إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة روعية فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، ونشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. لمزيد حول هذه التطورات ينضم إلي هاتفيا الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف. دكتور علي، إذا دعنا نأخذ منحا آخر في هذا الحوار بعد أن اتضحت التفاصيل الفنية، يعني هناك تأكيد من جانب هيئة قناة السويس أن هذه الأزمة ربما ألقت الضوء على الأهمية الكبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان ملاحي مهم وقصير أيضا أمام حركة الملاحة العالمية، وبالتالي كيف يمكن استثمار هذه الأزمة الفعل لتسليط الضوء على هذا الأمر والتنمية التي يتم استهدافها وتحقيقها في هذه المرحلة خلال الفترة القادمة؟ بكل تأكيد احنا حضرتك شفنا قد ايه من بعد ساعات معدودة من حدوث الأزمة بتاعة السفينة العالقة حصل ارتفاع في أسعار الخام النفط في البورصات النفط الدولية والعالمية. شفنا قد إيه حجم التجارة الدولية تأثر بصورة كبيرة جدا في بعض السلع والمنتجات. شفنا قد إيه إنه قناة السويس كمجرى ملاحي دولي بيقدم للعالم حقيقي ممر يتسم بانخفاض التكاليف والكفاءة لفترة طويلة جدا، في نفس الوقت ترتب على الأزمة لتسليط الضوء على أهمية الخطوة اللي اتخذتها الدولة المصرية الفترة اللي فاتت من في والتي تتمثل في ازدواج قناة السويس في الجزء الشمالي الخاص بها اللي هي قناة السويس الجديدة. النقطة اللي احنا هنبني عليها انه في مبادرة الحزام والطريق واللي تبنتها اكتر من 58 دولة، قناة السويس بعد الازمة دي وضحت جدا اهمية انها تبقى قاعدة لوجستية كبيرة جدا من خلال وفي اطار المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، وخصوصا عندنا 7 مواني في إطار المنطقة دي في غاية الأهمية. اللي أنا شايفه هيبرز أهمية تطوير المجرى الملاحي بصورة أكبر، هيبرز أهمية المناطق اللوجستية اللي بتسعى الدولة المصرية حاليا وبتعملها في إطار تنمية محور قناة السويس كقاعدة للاقتصاد والتجارة الدولية في منطقة. في المنطقة دي حضرتك هتكون هيتم فيها بس مش قاعدة لوجستية ولكن حتى تصنيع وزيادة في حجم التجارة الدولية لدول أوروبا للدول العربية والدول الإفريقية. أثرت الأزمة بصورة كبيرة جدا ووضحت أهمية قناة السويس بصورة كان واضحة جدا فيما يتعلق بالاهتمام الدولي والاهتمام العالمي. نستثمر بقى حاجة، نستثمر قدرة الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة دي. تعامل كان راقي جدا، الأزمة كبيرة ما هي صغيرة، كانت كل أجهزة الدولة كل مؤسسات الدولة. ضفنا حاجة مهمة نستثمرها برضو، إنه كل البيانات اللي صدرت من هيئة قناة السويس ورئاسة الوزراء كانت بتتسم بالشفافية والمصداقية الكبيرة، المصداقية
العاليه، وده يترتب عليه ان ما بداش المواطن المصري او حتى المتابع الاجنبي يلجا لقنوات اخرى لمحاوله فهم الامور، وده مكسب جديد جدا ومكسب كبير جدا في طلعنا بيه حقيقي من الازمه دي. يعني فكرة إدارة الأزمة يعني بنجاح، يعني كان في الفعل يعني هناك تعامل سريع مع هذه الأزمة من جانب الدولة بشكل عام في ظل التعاون بين مختلف الأجهزة. طب دكتور يعني علي، لو تحدثنا عن الأفاق المستقبلية في هذه المنطقة في ظل هذه الإمكانيات الكبيرة وفي ظل هذه المناطق اللوجستية وفي ظل هذه الأهمية أيضا لهذا الشريان الملاحي المهم، كيف ترى هذه الأفاق أيضا والمطلوب للترويج واستثمار هذه الإمكانيات لجذب بمزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة بالفعل؟ تمام، اسمح لي أقول لحضرتك في نقطة مهمة. أنا متخيل قناة السويس هتبقى إيه خلال الفترة الجاية. قناة السويس وقناة السويس الجديدة ده جزء مهم من محور تنمية محور أو من موضوع تنمية محور قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس. أتخيل في المنطقة اللي جاية في المرحلة اللي جاية إن قناة السويس مش هتبقى بس مجرد مجرى ملاحي، ولكن هتبقى مع المناطق اللي حواليها هتبقى قاعدة لوجستية ومركز لوجستي عالمي، هتبقى نسبة كبيرة من التجارة الدولية هتبقى تمر من خلاله وهتستند إلى القاعدة اللوجستية اللي بتقدمها. متخيل خلال الفترة اللي جاية المناطق الصناعية، المنطقة الصناعية الروسية، المناطق الصناعية الصينية، ما تسوق له الحكومة المصرية من مناطق صناعية لدول أخرى، هتكون المنطقة الإقليم قناة السويس وهي 462 كيلومتر مربع تلتين مساحة سنغافورة هي قاعدة صناعية متقدمة متطورة للغاية. متخيل خلال الفترة اللي جاية ان المنطقة تلعب دور كبير جدا في النهضة الصناعية وتوطين الصناعات سواء كانت ثقيلة او اللي بتتسم بارتفاع نسبة التكنولوجيا فيها، مش بس للإنتاج المصري بس، لا كمان للتسويق لخارج مصر الدول العربية والدول الأجنبية. مصر انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة حاليا. مصر بنتكلم عن الجمهورية الجديدة اللي بيحصل فيها نقلات صعبة جدا تتحقق تكرر كتير جدا في تاريخ القصير للأمم، ومنها بالتأكيد منطقة قناة السويس ومجرى الملاحي قناة السويس مش هيكون مجرد مجرى تعبر فيه السفن من البحر الأحمر المتوسط، والعكس سيكون مركز لوجستي وقاعدة لوجستية ومكان لتوطين الصناعات على ضفتيه بصورة كبيرة جدا. ايضا دكتور علي، يعني هناك خطه شامله لتطوير مدن القناه بشكل عام، وهناك العديد من المشروعات العملاقه التي تجري على ارض الواقع في الحقيقه، وبالتالي كيف تدعم هذه المشروعات وهذه الخطه التطويريه لهذه المدن ايضا المستوى الاقتصادي للدوله وايضا المستوى المعيشي للمواطنين في نهايه المطاف؟ يعني اسمح لي اركز في حاجه مع حضرتك. احنا حاليا مجهودات التنميه اللي بتقوم بها الدوله المصريه في كافة أقاليم مصر اتباعا لنهج النمو الاستيعابي أن كل الأقاليم لابد أن تبني ثمار النمو، قول لحضرتك مشروعين بس وشوف اللينك بينهم إزاي في تنمية الأقاليم المختلفة. لما بنتكلم على تنمية محور المنطقة الاقتصادية قناة السويس وبعد كده مشاريع الطرق ومشاريع النقل ومشاريع ربط السكك الحديدية من القطار الكهربائي السريع، كل ده هيترتب عليها زيادة في سرعة نقل المنتجات من مكان لمكان، زيادة في تكامل الأقاليم وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية الموجودة في أقاليم الجغرافية المختلفة لجمهورية مصر العربية. مصر بتدار حاليا برؤية استراتيجية واضحة باصين لقدام، مش بهدف تحقيق معدلات نمو عالي بس، ولكن بهدف التأسيس
لدولة متقدمة. انتقلنا من كنا دولة نامية إلى دولة صاعدة، وإن شاء الله خلال 10 إلى 15 سنة بنفس النهج هنكون دولة صناعية متقدمة. أيضا يعني في مثل هذه الحوادث دكتور علي، هل هناك بتبقى هناك أي تداعيات ربما اقتصادية من ناحية التعويضات وغير ذلك من الأمور في ظل محاولات البعض بإلقاء المسؤولية هنا أو هناك؟ يعني كيف يتم في مثل هذه الحوادث، وهل هناك قوانين منظمة لمثل هذه الحوادث في نهاية الأمر في هذه الممرات الملاحية ينظمها القانون الدولي أو القانون التابع لهيئة قناة السويس وغير ذلك من القوانين؟ هو بالتأكيد الأساس القانون الدولي والمجموعة من الاتفاقيات الدولية بتنظم التعامل مع تداعيات مثل هذه الكارثة. الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، خلال الأيام اللي فاتت، كانت مشغولة بصورة كبيرة جدا، واللي واضح للسادة المشاهدين وللمواطن المصري، مشغولة بتعويم السفينة، ولكن في نفس الوقت المتخصصين المصريين في المؤسسات المختلفة معنيين بالتعامل القانوني في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع تداعيات هذه الأزمة فيما يتعلق بجوانب التعويضات وشركات التأمين وخلافه. أيضا يعني لو شاهدنا وتابعنا هذه الأزمة، كان هناك إرادة مصرية قوية في الحقيقة والاعتماد على الإمكانيات المصرية المتاحة بشكل كبير بالطبع حتى يتم التعامل مع هذه الأزمة في أسرع وقت في ظل الحمولة الكبيرة لهذه السفينة، وربما كان الأمر يعني قد يسترق شهورا، لكن في ظل هذه الإمكانيات تم التعامل بشكل كبير، وبالتالي فكرة اللي هي التعاون بين جميع المؤسسات، فكرة الإمكانيات، فكرة التخطيط الاستراتيجي بالفعل للتعامل مع هذه الأزمات، كيف تراها وكيف أيضا هو التكاتف بين الجميع حتى يتم التعامل مع هذه الأزمات والعبور بها إلى بر الأمان؟ تمام، في سمتين واضحين جدا لشكل الجمهورية الجديدة اللي بنتكلم عنها حاليا في مصر، ألا وهما أنه مؤسسات بتشتغل بصورة متناغمة في تنسيق كبير جدا بين مؤسسات الدولة والجهات التابعة للدولة المصرية. الحاجة الثانية الاستباقية والرؤية الاستراتيجية. احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت هيئة قناة السويس امتلكت العديد من القادرات والكراسات، الامكانيات بتاعتها عالية جدا، ده ساعد في حل الأزمة الحالية. لولا امتلاك الهيئة وسعي الهيئة خلال السنوات السابقة لامتلاك مثل هذه القادرات والكراكات، كان صعب جدا انه الامكانيات لدى هيئة قناة السويس تتعامل مع الموضوع. شفنا جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي احنا دايما بنلاقيها في كل أزمة أو كل كارثة متصدرة المشهد برضه بما لديهم من خبرات كبيرة. شفنا قد ايه حقيقي ان الدولة المصرية اللي عملته خلال الاربع سنين والست سنين اللي فاتوا بدأت تجني ثماره حاليا حتى على المستوى الاعلامي. الجماعة الارهابية ما قدرتش تلاقي مادة خاصة تنتقد خلال الدولة المصرية فيها بصورة تؤثر على الرأي العام داخل مصر او الخارج. ليه؟ لانه تم التعامل مع الازمة بشكل جيد جدا. نعم. تم التعامل بإمكانيات مصر وكانت إمكانيات موجودة وتمت توفيرها خلال الفترة السابقة للأزمة في حد ذاتها. أيضا يعني الأهمية الكبيرة في نقاط سريعة دكتور علي قبل أن نختم هذا الحوار مع حضرتك، يعني التي تمثلها قناة السويس وما تحققه من دعم للاقتصاد المصري وما تحققه أيضا لحركة التجارة العالمية. تمام، فيما يتعلق بالاقتصاد المصري خلال الفترة اللي فاتت منذ نشأة قناة السويس لست سنين فاتوا، احنا كنا بننظر على قناة السويس انها مجرى ملاحي بيدخل او احد مصادر الرئيسية للعملات الاجنبية.
من 6 سنين احنا بدأنا نبص للقناة السويس مش بس اعتبارها مجرى ملاحي وكمصدر للدخل للنقد الأجنبي، ولكن بدأنا نبص لها انها دي ممكن تبقى احد الموارد الأساسية اللي ممكن نستند اليها في إقامة مجموعة من المناطق اللوجستية والصناعية وتوطين الصناعات. دي حاجة مهمة جدا فيما يتعلق وبالتالي احنا متخيلين خلال الفترة الجاية بعد ما تتم عمليات تطوير المواني وتطوير المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية تشتغل، ان قصة ان احنا نتكلم عن 5 مليار دولار ولا 8 مليار دولار من عائدات، لا، الموضوع هنتكلم عن ارقام اعلى من كده بكتير جدا. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة للعالم قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم حاليا لما يمثله من نقل التجارة العالمية بين قارات آسيا وأفريقيا. نعم دكتور عادل. وكذلك هي بالفعل يعني هي أهمية كبيرة يعني سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، وربما هذه الحادثة سلطت الضوء على هذه الأهمية الكبيرة في حقيقة الأمر. على الحال بشكرك دكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية لهذا الحدث. على الحال ستكون هناك متابعات أيضا في فتراتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.